تصدق ولا ما تصدقش؟ اصدق ايه وما اصدقش ايه؟ تصدق انه في ناس كانوا بيستخدموا القمح، والله بتكلم جد مش هزار، يستخدموا القمح يدوه علف للماشيه وللسمك وكده يرجع يقول لك يا فيش قمح كفايه، حاجات زي كده، حاجات غريبه جدا. بالمناسبه ده بيذكرني بانه مره، مش مره، كان في واقعه شهيره جدا حصلت في الولايات المتحده الامريكيه في فتره الثمانينات، انه منتجي الالبان في الولايات المتحده الامريكيه خدوا قرار انه لقوا انه اسعار الالبان ومنتجاتها بدات تنخفض نتيجه الوفره. فالمنتجين عملوا ايه بقى هناك؟ قال لك لا، وده يقول لك شراسه الراسماليه الامريكيه عامله ازاي؟ شرسين جدا. قال لك لا، يعني ايه اسعارها تنزل؟ لا، الاسعار ما تنزلش، انا عايز اكسب قد اللي بكسبه ألف مره، هو ده نظامي. فخدوها ورموها في مجاري الانهار والمجاري المائيه. يعني ده انا هزيدك من الشعر بيت. راح جاي حصل نفس الموقف في مصر عندنا، مش فاكر كان سنه كام، 85 86 حاجه كده، يعني مش متذكر قوي يعني التاريخ بالظبط. عندنا عملوا نفس القصه. طبعا منتجين الالبان دلوقتي هيزعلوا، انت زعلان ليه؟ انت كنت موجود سنه 86، كنت صغير قد كده، كنا وقتها عندنا 10 و11 سنه وبتاع، وكانت هيصه وقتها وخلقت الحقيقه موجه غضب عارم في مصر وقتها. يعني صفحات التحقيقات بالصحف المصريه انذاك قامت ما قعدتش على الحركه اللي عملوها بعض من المنتجين عندنا في مصر. ده يقعد يفكرك بجد برضو انه ما كنت بقول لك امبارح، بما انه سعر العلف بينزل، طب هو سعر اللحمه ما بينزلش ليه؟ سعر العلف بينزل، طب سعر اللبن ما بينزلش ليه؟ ده نزيدك من الشعر بيت، ده عدد رؤوس الماشيه بيزيد. لسه احنا امبارح كنا بنتكلم مع الدكتور محمد القرش مثلا، ده على امبارح بس، دخل عدد معين من رؤوس الماشيه بغرض التربيه مش بغرض الذبح ولا استخدام لحومه. طب لما سعر الماشيه، عدد الماشيه بيزيد وسعر العلف بيقل، مش ده معناه انه سعر اللحمه يهبط وسعر اللبن يهبط؟ معادلة عادية خالص، معادلة حسابية وليست حتى رياضية معقدة. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، على خلفية حظر استخدام الأقماح بشكل كامل في كأعلاف للماشية أو أعلاف الأسماك. ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الحال. هل الجملة دي بجد، يعني كان في البعض يستخدم الأقماح كعلف للماشية والسمك؟ بالفعل في ناس بتستخدم للأسف القمح المصري لموسم توريد دلوقتي 23 في كغذاء للحيوان والأسماك. بالفعل نسقنا هنا حملات مع مديرية أمن البحيرة ونزلنا على مزارع السمكية، وتلاقينا كميات موجودة في مزارع السمكية بيستخدموها كعلف للسمك. برضو استهدفنا بعض الأماكن اللي هي بتدخل في العلف الحيواني، لقينا بيستخدموا القمح في خلطه بالنخالة ويتعمل برضو علف للحيوان. يمكن خلال اليومين اللي فاتوا ضبطنا كميات كبيرة جدا ما يقرب من 400 طن بيستخدموها كعلف للماشية وللأسماك. مع العلم النهارده ان السعر فعلا كان عادل جدا، الدوله يمكن لما حددت السعر وقالت التوريد اختياري وخلت السعر ب 1500 جنيه، الا ان برضه ضعاف النفوس بيستخدموا القمح ده كعلف للاسماك والماشيه. احنا بنقول النهارده المواطن ان القمح المصري ده اللي الدوله مدعماه وبتديله سماد مدعم وموفره له كل حاجه عشان تاخده تطحنه ويتعمل رغيف الخبز، اللي الناس النهارده لو قامت الصبح ما لقتش رغيف خبز تبقى مشكله، بيتطحن وبتكلفه طبعا ما بتكلفش حاجه بالنسبه للمواطن، بياخد الرغيف المدعم ده بخمسه قروش. طبعا ما فيش الكلام ده، فبنقول القمح ده يعني يعتبر من الحاجات الاستراتيجيه اللي الدوله بتدفع عليه مليارات عشان المواطن، وعلى الرغم من ذلك بيبيعوا علف للماشيه وللحيوان والاسماك. العقوبه تبقى ايه لما تحصل ضبطيات بهذا الشكل؟ والله الضبطيات احنا لما بنضبط بنعمل طبعا محاضر جنح وبنعرض على النيابه، النيابه طبعا بتؤمر بمصادره الكميات، ويمكن مسكنا برضه عربيات تريلات كبيره
كان عليها كميات طالعه ناحيه مرسى مطروح تستخدم كعلف. العربيه بتتصادر زي ما هي وبيطلع المتهم بكفاله وبتتحول لقضيه جنايه طبعا، ولا جنحه؟ هي جنحه بس بتبقى فيها احكام رادعه، احكام تقيله يعني. اه طبعا. طيب امن قومي يعني، القمح يعتبر ده امن قومي يعني، حاجه لا غنى عنها. يعني مثلا وجدت حجم المضبوطات يقدر بقد ايه تقريبا، بكم طن؟ لا احنا لحد دلوقتي احنا في يومين ضبطين 400 طن، احنا لحد دلوقتي في يومين ضبطين 400 طن، احنا يعني ضبطين لحد دلوقتي ما يقرب من 1700 طن بيستخدم في سواء في مزارع الاسماك او العلف للحيوان. يمكن دخلنا برضه على مدشات اللي هي بتاعه حتى الصغيره، وهنا في الحال طبعا طبقا لتوجيهات الدكتور عالم صالح وزير التموين بنعمل مذكره وبنعرض على الدكتور نهال بلبع لنائب محافظ البحيره، وبيتم غلق هذه الاماكن تماما، بتسحب ترخيصها اللي بنلاقي فيها علف بيستخدم في المدشات كعلف للحيوان. 1700 طن ده في البحيره بس؟ تمام. يا نهار ابيض، امال في ال 27 محافظه هنا هنضبط قد ايه؟ والله يا ربنا ربنا. اه اتفضل حضرتك. بالنسبه للبحيره، البحيره طبعا محافظه كبيره وبتعتبر من المحافظات اللي يعني بتعتمد بالنسبه للقمح ككبرى المحافظات على مستوى الجمهوريه. فطبعا وكمان هي المساحه بتاعتها شاسعه والمساحه المزرعه كبيره جدا، وطبعا ده ما يعتبرش رقم يعني، يعتبر رقم كبير بالنسبه للكميات اللي بالنسبه للمحافظات الثانيه. شيء مؤلم الحقيقه. انا بشكرك جدا يا دكتور استاذ مجدي، كل الشكر استاذ مجدي الخضر وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالبحيره. يعني الدوله ادت الحريه الاختياريه في انه سيادتك تورد او ما توردش، ادي واحد. اتنين، عملت لك السعر العادل بسعر ضمان. يعني ايه بسعر عادل بسعر ضمان؟ والله انا بضمن لك